خلالها، يبقى في الحالة دي على الأقل هتتجنب الكثير من المشاكل اللي بيواجهها المتداولين، وهيبقى الجزء القليل اللي فاضل من التحديات إن كان هتقدر. تقدر انك انت تتغلب عليها، وانك انت تحاول انك انت تجد لها الحل الامثل. التداول باختصار شديد مفروض ان انت عشان تنجح في عملية التداول لازم اول حاجة انك انت تكون فاهم انت بتتداول فيه السلعة اللي انت بتتداول فيها. مفهومك للسلعة وفهمك للسلعة ده شيء اساسي جدا، وحسب ما انا شفت في السنين اللي فاتت، وخصوصا من ساعة ما ابتديت احاول ان انا اساعد الاخوة العرب، وجدت ان فهم السلعة ده شيء مفقود تماما، غير وارد، يعني مش مفهوم. احنا اللي يقول لك انا بشتري اليورو ولا بشتري الباوند الكيبل ولا انا بشتري الدولار ين، ما عندوش فهم حقيقي ايه معنى كلمة الدولار ين، ايه معنى ان هو بيبيع اليورو دولار، وما بيعرفش ازاي يكون هذه الصفقة. الحاجة التانية اللي احنا لازم تبقى عندنا واحنا فاهمينها في موضوع التداول، اللي هي القواعد. القواعد اللي على اساسها هنتداول. والقواعد اللي احنا بنتداول على اساسها طبعا بنستخدم التحليل الفني بعض الشيء، وبنستخدم التحليل الأساسي، ولكن التحليل الفني والتحليل الأساسي دي حاجات بتساعدنا في تحديد الاتجاه، في تحديد الرغبة، أنا عايز أشتغل إيه، أبيع في إيه، بتدينا الاتجاه العام، تدينا الاتجاه العام. بعد ما بيبقى عندي فهم السلعة وعندي بعض القواعد الأساسية للتحليل الفني أو التحليل الأساسي، دولت بناخدهم لأنهم بيدونا زي ما أنا قلت الاتجاه. بنيجي بعد كده نعمل، بعد ما نفهم الاتنين دولت، بنبتدي في الحاجة المهمة الثاني، وهي اختيار السلعة أو العملة، اختيار العملة، ودي بنسميها إحنا عندنا في سلوك الأسعار اختيار المحفظة، لأن إحنا بنتداول في محافظ، فلازم يبقى أنا عارف إيه اللي أنا بشتريه وإيه اللي أنا ببيعه علشان ما يحصلش تضارب، ما يحصلش تضارب، وحوريكم بالأمثلة دلوقتي يعني ايه ما بيحصلش تضارب. عشان ايه نمنع التضارب؟ لان كفاية الحاجة الوحيدة، كفاية ان احنا بنضارب في العملة، مش عايزين نتضارب مع نفسينا، مش عايزين نخبط في نفسينا، فاحنا بنتضارب في العملة، ولكن في نفس الوقت مش عايزين نتضارب بيننا وبين نفسينا. فعملية اختيار العملة او اختيار العملات اللي هنتداول فيها دي مكون اساسي جدا لنجاحنا في السوق. وبعدين انا عندي بعد كده المكون التالي اللي هو الدخول في الصفقة في الوقت المناسب،
وبعدين بعد كده الخروج في الوقت المناسب أو في الوقت الصحيح. مساء الخير يا دكتور مارك. أرجوك أنا بك. أتكلم معك. عليكم السلام، لو تكرمت. مشكور، حياك. ما تقاطعنيش عشان بس أسمحك. لو عايز تسأل سؤال لما أخلص اسأل. وقفلوا الميكروفونات بتاعتكم لو تكرمت. في لسه ميكروفونات مفتوحة. اوكي، فلازم اخرج في الوقت الصحيح او الوقت اللي هو نتيجة عنه ان انا احسن الربحية بتاعتي. فالاربع قواعد اللي هي اول حاجة فهم السلعة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين عملية اختيار المحفظة. نمرة ثلاثة الدخول في الوقت المناسب. نمرة اربعة الخروج في الوقت المناسب. لو انا هتكلم على الاربعه دولت، عشان احنا دلوقتي الجلسه دي جلسه تخطيط، بنخطط احنا هنعمل ايه الاسبوع الجاي عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه. لو انا هقول ايه اهم حاجه في الاربعه دولت، ايه اهم حاجه في عمليه اختيار العملة ولا فهم السلعة ولا الدخول في الوقت المناسب ولا الخروج في الوقت المناسب، ايه اهم واحدة في دولت؟ اهم عملية في هذا الموضوع بلا يعني، ما والكلام ده انا هوريكم دلوقتي، دي اهم حاجة ممكن انت تعملها علشان تنجح في السوق، هو اختيارك للمحفظة، اختيارك للسلع اللي انت هتشتريها او العملات اللي انت هتشتريها او هتبيعها. دي تشكل ما على الاقل حوالي 70% من نسبة نجاحك، 70% من نجاحك. فانت لازم، عشان كده احنا بنعملها يوم سبت، وبنعمل ندوة التحليل بالانجليزي بنعملها كل يوم حد. وفي بعض من الاخوة منكم عارفيني وبقالهم معايا سنين طويلة، عملية التحليل بتاعة خطة العمل ده موضوع بعمله اسبوعي بقالي 35 سنة. لو انا ما عملتش خطة العمل يوم السبت او يوم الحد، تأكد ان مش هخش السوق اتداول يوم الاثنين. انا المتداولين عندي في المكتب، ولما كنت عامل موضوع التيرتلز كان عندي، كنت بخش المكتب 7:30 الصبح وبعدي كده اصبح عليهم، وانتوا عارفين موضوع التيرتلز انا كنت مدي كل واحد 100,000 جنيه استرليني كاش، مش باور، مش باينج باور، كنت مديهم 100,000 استرليني كاش كل واحد، كان عندي 20 واحد. بخش الصبح اصبح عليهم في المكتب، صباح الخير ازيكم اخباركم ايه، وبسال واحد انت هتشتري النهارده، يقول لي هشتري الدولارين، اقول له برافو، هتشتري بسعر كام، ايه نقطه الشراء اللي هتشتري عندها. لو قال لي والله انا وتأتأ مجرد ان هو تأتأ مش عارف نقطة الدخول اللي هيخش فيها، اول ما الاقيه بيتردد وبيتأتأ فبقول له يا سيدي شكرا جزيلا، انت النهاردة وبكل ادب انت النهاردة تروح مش هتتداول. ليه؟ لانك انت لو مش عارف نقطة، ما عندكش خطة عمل ومش عارف هتشتري ايه ومش عارف هتبيع ايه، يبقى في الحالة دي أنت بتقامر. وإذا كنت هتقامر، روح يا سيدي الفاضل قامر بفلوسك ولا تقامر بفلوسي.
التداول ليس عمار، التداول هو احنا بناخد الاحتمالات وبناخد الاتجاهات الاكثر احتمالا، وبعدين ناخد يبقى احتمالات نجاحنا بتزيد. اهم حاجه في التداول واهم حاجه في خطه العمل، ودي واحد من الاخوه اللي موجودين دلوقتي لن اذكر الاسماء، ولكن هو اخ تعرفت عليه عن طريق الانترنت، لم اتشرف بلقائه بعد، ولكن هو شخصية كريمة وهو طبيب. فبيسألني بيقول لي انا هعمل ايه لو حصل شيء فلاني، ولو حصل اوبننج رينج وطلع. اهم حاجة لازم نعرفها جميعا ان التداول مناورة. اسهل حاجة، اسهل شيء، أسهل شيء هو الدخول في الصفقة. أسهل شيء الدخول في الصفقة، دي أول حاجة بتعملها هي الدخول في الصفقة. ولكن أهم حاجة، أهم حاجة ما بعد الدخول، عملية المناورة، عملية دي زي المعركة. المناورة بيبقى السعر طالع في الاتجاه بتاعك، فبتبقى فرحان ومبسوط وطالع، يتردد السعر بعض الشيء ويتحول المكسب الى خساره، وان لم تكن موقوته او اكثر بيبقى فيه. فالعمليه عمليه مناوره، كر وفر رايح جاي. فانت لازم تبقى فاهم خطه العمل بتاعتك عشان تعرف تتعامل مع المناوره. اهم حاجه المناوره. ليه؟ لان كام واحد فيكم اشترى حاجة وبص لقى الاسعار نزلت عليه بعض الشيء، فراح طالع من الصفقة وقفلها، وبعدين بص لقى السعر راح لافف وطلع في نفس الاتجاه اللي هو كان فيه اصلا، وبالتالي طبعا خاف يخش المرة التانية وبالتالي خسر. فعملية المناورة والتعامل مع السوق ده هو، وانك انت احنا مبتدئين دلوقتي يعني، انك انت تبقى فاهم خطة العمل. فهنبتدي اول حاجة النهاردة بفهم ان احنا نفهم ايه معنى السعر، السلع. السعر النهاردة، السلع النهاردة او العملة اللي هنتداول فيها ايا كانت، لو احنا النهاردة خدنا مثلا الدولار ين، ودي الشارت بتاعك الدولار ين. انا دلوقتي لما بقول ان انا هشتري الدولار ين، معناها ايه؟ طبعا بعضكم سمعني قلت الكلمة دي قبل كده، ولكن انا بعيدها علشان دي اسم القواعد اللي يعني ما لازم تتعاد 50 مرة عشان ما تتنساش. فلما بقول لك انا هشتري دولار ين، معناها ايه؟ معناها ده انا هروح للبروكر بتاعي واقول له انا عايز اشتري الدولار ين. مجرد باي الدولار ين، يعني لو حطيت هنا اهو باي الدولار ين، لا يبقى شارت، باينال شارت يا شباب. اوكي، اما بقول انا هشتري الدولار ين واحط كلمة باي واقول ان انا هشتري، دي مش معناها ان انا هشتري الدولار ين، معناها ان البروكر هيروح له 2 اوردر، هيروح للبروكر 2 اوردر، هيروح له 2 اوردر. اول اوردر هيبيعه هيعمله اللي هو بيع سيل اوردر للين، الكمية اللي انت عايز تشتريها هنا اللي هي 100,000. فبيروح لاوردر انه يبيع ما يوازي 100,000 دولار بالين الياباني. سوري، ده سيل مش باي.
هيروح لأوردر سيل ما يوازي 100,000 دولار من الين، وبالحصيلة دي بحصيلة البيع بالعائد بتاع البيع هيشتري دولار. فمجرد انك انت بتقول باي دولار ين، معنى كده انك انت بتعمل صفقتين، الصفقة الاولى بيع الين، والصفقة الثانية شراء ما يوازي الكمية من الدولار. فبالتالي انت اصبحت بتشتري الدولار، بعت الين اولا، وبتشتري بالمحصلة او بالعائد بالحصيلة بتشتري الدولار. اذا كان ده هو الوضع، اذا كان ده هو التسلسل وده الواقع ده اللي بيحصل، طب انا هكسب ازاي؟ ازاي هعمل فلوس؟ اذا كنت هبيع حاجة وبالحصلة اشتري التانية هعمل فلوس ازاي؟ بنعمل فلوس كده اهو. دولت الشارت، فيه هناك مؤشرات او اندكسات لكل عملة، هناك اندكس للدولار، هناك اندكس للين، هناك اندكس لليورو، هناك اندكس لكل عملة هناك اندكس لها وهو ثبت لهذه العملة. فاحنا لو النهاردة هنعيد وصف ما قلته، ان احنا هنشتري حاجة ونبيع، او نبيع حاجة في الاول ونشتري بالحصيلة الشيء الثاني، ففي الحالة دي انا ببص لارتقاء الشرط الفلاني ده بتاع الدولار. فانا لو قلت ان انا هشتري الدولار هنا اهو في النقطة دي، هشتري الدولار، يبقى في الحالة دي انا عايز الدولار، لو انا اشتريت اي حاجة يبقى انا عايز سعر هذه العملة يزيد يرتفع، وكلما ارتفع سعر الدولار انا كسبت. بس في نفس الوقت انا بايع الين، فاذا كنت بايع الين او عامل شورت للين، انا عايز الين ينخفض سعره. فانا ده لو انا اشتريت دولار بس، يبقى لو الدولار طلع انا هكسب فلوس. وفي الحالة دي لو انا بايع ين بس، وممكن تبيع ين كفيوتشر في السلع، ممكن تبيع ين بس، ده مجرد ثبت للين في مواجهة جميع العملات. فأنا النهاردة عشان أكسب في الفوركس، اللي بيحصل إيه؟ إن أنا عايز السلعة اللي أنا بعتها اللي هي الين عايزها تنخفض في السعر، وعايز الدولار يرتفع في السعر، والمكسب بتاعي يعني أول ما ببتدي لحظة البيع، يعني هنا أهو لو أنا بعت في النقطة دي، في النقطة دي المكسب بتاعي هو المسافة بين الخطين. كلما اتسع المسافة بين الخطين كده اهو، ده المكسب بتاعي. كل ما الدولار يطلع المسافة بتاعته بتزيد، وبالتالي الين بينزل، والخطين اللي على الخطين او المسافة بين القمح ده اهو، كلما اتسع هذا القمح او المسافة بين الخطين اتسع او زاد المكسب بتاعي. لو ما عملناش كده مش هنعمل فلوس. طيب اذا كانت دي اساس وتكوين السلعة، العملة اللي انا بتداول فيها، فاذا كنت عايز اشتري، عايز اشتري ايه؟ عايز اشتري العملة القوية التي في اتجاه صاعد، وهبيع في مقابلها اضعف العملات التي هي في اتجاه هابط. هبيع الضعيف وهشتري الايه؟ القوي. هبيع الضعيف وهشتري القوي. وبناء عليه احنا في التحليل بتاعنا اللي بنعمله كل اسبوع، ان احنا بنحدد اقوى العملات
وبنحدد اضعف العملات، وبندي كل عملة معيار او درجة من القوة، وبندي العملات الاخرى درجات من الضعف، وبعدين بنختار ان احنا نكون عملة مع الاخرى. طبعا انتوا ما عندكوش الاندكسات ده، ولكن هناك ويب سايت جميل ورخيص مجانا اللي هو اسمه فيندرز، اللي هو فينفيز، وهتلاقي هنا عندك الكرنسيز اللي هي العملات، وادي الثمان مؤشرات الاساسيين للعملات. وطبعا باين هنا ده الدولار وده اليورو وده الين الياباني وده الجنيه الاسترليني، ده النيوزيلندي، ده هو الاسترالي، ده السويسري، وده الكندي. لو احنا بصين هنا على الثمانية دول بالنظر، العملية عملية فنية بالنظر، أني أقوى عملة؟ لو بصيتوا على الثمانية دول أني أقوى عملة؟ طبعا واضح إن الدولار أقوى عملة، ولو بصينا فتحنا الشارت كده شايف الزخم وشايف الترند وشايف القوة بتاعت الدولار، فده أنت دي حاجة أقوى عملة النهاردة عندنا. أني أضعف عملة؟ واضح هنا إن الكندي شكله ضعيف، يوم الجمعة كان ضعيف، وواضح إن الاسترليني يوم الجمعة كان ضعيف، وواضح إن الين برضك ضعيف، ويتلوه اليورو والنيوزيلندي. إحنا هنتأكد، ولكن دي بتدي لك نظرة عامة شاملة للثمانية، وده موجود عندك على الويب سايتس مجانا على فيندرز. ادي اسم الويب سايت اهو قدامكم هنا اهو، فيندرز. ولما هتروح في فيندرز بتروح على كلمة الفوركس، وتروح على الشارتس بيديلك الايه الشارتس، او لو تروح الفيوتشرز روح على الفيوتشرز احسن، ودوس على الشارتس بيدي لك هنا الكرنسيز، دوس عليها يبقى عندك كل ايه الكرنسيز، انت شايف الثمان عملات تبتدي تختار. فاحنا دلوقتي هنعمل عملية دي كل واحدة فردية، كل واحدة فرادة. هنيجي بقى نخلق الازواج، بيقول لك زوج زوج، يبقى لازم نخلق الزوج. فلو احنا بصينا هنا، لو احنا بصينا هنا اهو على الازواج بتاعتنا على الانديكيتورز في الاول، هنبص مش الانديكيتورز على العملات في الاول، فهناخد الدولار ونبتدي نحلله تحليل فني ونشوف اتجاهه فين ونقط الدخول فين ونقط الخروج فين وهنحط الستوب بتاعتنا فين. ده مؤشر الدولار في مواجهة جميع العملات. واضح هنا من التحليل الفني بالنظر لهذا الشارت ان احنا اوريدي دلوقتي في ما يسمى البول ماركت للدولار، وهنا كان عندي نقطة مركزية هنا اهو اللي هي 88.31، دي نقطة مركزية مهمة لانها كانت بداية الانهيار في شهر سنة 2010، دي اللي بدأ آخر دفع للترند الهابط سنة 2010، فدي نقطة هامة ومركزية. وبعدين احنا ردينا وجينا قفل الأسبوع، الإندكس بتاع الدولار قفل على 88.41، يعني 10 بيب فوق النقطة اللي هي 88.31، قفل فوقها بعشرة. هل هذا الإغلاق إغلاق جيد؟ في واحد اسمه هاني بيقول مش سامعني، عبد العزيز تشوفه ده سأل. انتوا سامعيني يا شباب؟ انكم سامعيني؟ اوكي.
هذا الإغلاق هل هو إغلاق جيد أم إغلاق ضعيف؟ هل هو إغلاق أقدر أعتمد عليه في خطة التداول الأسبوع الجاي إن أنا أشتري الدولار؟ طبعًا. ليه؟ هنا بنخش في سلوك السعر. إيه سلوك السعر؟ سلوك السعر، ودي من نظريات التحليل الفني اللي محدش بيتبعها مع الأسف. أنا عندي الـ 88 دي من سنة 2010. جه السوق طلع عمل لها تيست في يوم 7/11، وبعدين اترد، وبعدين طلع عمل لها تيست تاني في شهر يوم 14/11، وبعدين طلع عمل لها تيست تاني يوم 21 ويوم 22، وبعدين حصل انهيار. يعني من يوم، بقاله 30 يوم من يوم 6/11 لحد 30/11 عمال يخبط في هذا السقف واخترقه مرة واثنين وتلاتة، وبعدين حصلت عملية بيع، إنما في نهاية الشهر قفل وطلع فوق 88/31، وقفل فوقيها ما نسميه إغلاق قوي، وخصوصا بعد عدة كذا مرة يعمل لها تست. يبقى دي حاجة هنقدر نعتمد عليها وعايزين ان احنا نشتري الدولار او ازواج الدولار، وهنعمل خطة العمل على هذا الاساس. هنقول والله احنا هنشتري الدولار، يعني كلمة زائد معناها الشراء، واذا كان قوي هنديله علامتين زائد، اذا كان قوي جدا هنديله 3 علامات زائد. ده كده بنعمل عملية تقييم القوة وتقييم الضعف. يبقى الدولار عندي عملة قوية جدا. هنيجي ناخد العملة التانية. العملة التانية هنبتدي احنا زي ما قلنا هنا في المجموعة اهي. لو انا بصيت على المجموعة دي انا شايف الكندي ضعيف، والجنيه الاسترليني ضعيف جدا، والياباني برضه. هنبتدي بالكندي علشان في سبب هقوله لكم دلوقتي. فناخد الكندي، الكندي يعتبر عملة من عملات النقد اللي هي السلعية، وفيها انتوا شايفين طبعا اسعار البترول. الاوبك قرر ان هو هيحافظ على الانتاج بتاع البترول على كميات الانتاج، فبالتالي هيصبح الدخل بتاع هذه الدول من البترول. عبد الله لو سمحتوا اقفلوا الميكروفونات بتاعتكم، ما فيش داعي الناس تسمع ما يدور في الخلفية عندك، حتى يكون احتمال يكون كلام شخصي يعني، فما فيش داعي. أنا بقفل الميكروفونات. لو تحب تسأل سؤال ارفع ايدك وخد الميكروفون وتكلم، بعد ما تتكلم اقفل الميكروفون عشان ما. شكرا. فطبعا كل، وكندا من كبار منتجي البترول، وطبعا عملتها متأثرة بأسعار البترول، وزي ما انتم شايفين حصل انهيار يوم الجمعة او يوم بعد لجنة قرار الاوبك، وهذا الانهيار خطر لانه كسر نقطة مركزية هنا. فبالتالي انا عندي دلوقتي ترند هابط في الكندي. الترند الهابط دي نقطة مركزية عندي، فبالتالي طالما انه كسرها الكندي فبالتالي انا عندي اتجاه هابط دلوقتي في الكندي. والكندي من الحاجات اللي مفروض ابيعها او اخدها شورت، ولكن عندي نقطة مركزية قريبة دي اللي هتبقى نقدر نقول التارجت قريب الامد. النقطة دي 87/14 على الاندكس، فمعنى كده بالمنظر ده هو انا عايز
الكندي او العمله الكنديه من الاسعار من العملات اللي عايز ابيعها. فهنيجي على الشارت بتاعتنا اللي احنا اللي هي الاساسيه اللي كنا بنشتغل عليها، هندي الكندي علامه بيع. وانا عندي ترند هابط يبقى هعمله الكندي هديله علامتين درجتين ضعف. نيجي بعد كده على الجنيه الاسترليني. زي ما انتم شايفين الجنيه الاسترليني كان عندي انا نقطه مركزيه عليه اللي هي 158.13، كسرها وعندي زي ما انتم شايفين كذا قمم منخفضه واقعان منخفضه، يعني عندي شبه ترند هابط، وكسرها كسر القاعده دي يوم 7/11 وكسرها تاني يوم 12 وانهار، وبعدين ابتدى يرد وطلع، وكانت نقطه الشراء بتاعتنا ان احنا المفروض نشتري لونج كانت 157.50، ولكن يوم الجمعه حصل الانهيار ده، نزل حوالي 150 نقطه. القمة بتاعته كانت 158.24 والقاع كان 156.14، يعني انهار 200 بيب. انهار 200 بيب. طبعا ده كلام كبير جدا وكلام خطير. فطبعا والمنظر هنا انا عندي بردك ترند هابط، انا عايز مفروض ان انا ابقى شورت الجنيه الاسترليني. ولكن هل انا مفروض بكره افكر في بيع الجنيه الاسترليني ولا اتحفظ اكون خميس؟ بس انا عندي مواد الصوت عمل لي اشاره الميكروفون. انا اسف يا شباب، بس بعد كده اللي يعني الميكروفون بتاعه مفتوح وما بيسالش سؤال، ولكن الخلفيه بتبقى بتاعته سامعين الصوت الكلام الشخصي اللي ورا، انا اعتذر انما هضطر ان انا اطلعه من الاوضه. اوكي، فسامحوني وسامحني من الاول، انا كذا مره اقول لكم اقفل الميكروفون عندك فوق هنا وهيبقى كله كويس، انما سامحني لو حصل بعد كده عشان. فالمهم المنظر ده هو ده منظر عمليه خطيره وبتؤدي الى ضعف شديد في الجنيه الاسترليني. ولكن النقطه اللي احنا هنتحوط فيها هو تاريخ هذا الانهيار. هذا الانهيار حصل يوم 30 او يوم 28 نوفمبر اللي هو اخر يوم عمل في شهر 11. اخر يوم عمل في شهر 11. كل شهر في اخر يوم تداول في هذا الشهر بيحصل ايه؟ ان بريطانيا لازم تسدد ديونها ل منطقة اليورو. هي بتدفع مبلغ شهري، ودي من الحاجات اللي انجلترا دلوقتي بيقول لك ان هم عايزين يطلعوا منطقة اليورو والكلام ده، لان هم بيدفعوا وكل دولة بتدفع، ولكن في اخر كل شهر كلهم بيدفعوا باليورو لمنطقة اليورو. انجلترا هي الوحيدة اللي بتدفع بالجنيه الاسترليني، فعلشان تحول ليورو بتبيع الجنيه الاسترليني وتشتري اليورو عشان تسدد الحقوق المستحقات التي عليها لمنطقة اليورو. ولذلك بتجد ان في اخر يوم تداول من كل شهر بيحصل عملية انهيار او بيع في الجنيه الاسترليني نتيجة التدفقات النقدية الخارجة من الجنيه الاسترليني. وبعدين في اليوم التالي اللي بيتلو اخر يوم في الشهر او بداية الشهر
التالي بنبتدي نشوف ان الجنيه الاسترليني بيحصل له عملية ستابلايزيشن، عملية ثبات، وبيبتدي يطلع بعض الشيء. فاحنا بنبقى حذرين لما بيحصل انهيار زي كده في الجنيه الاسترليني في اخر الشهر، وبناء عليه مش هنعتبر الجنيه الاسترليني في حالة ضعف شديد نتيجة حتى لو المنظر ده، لان ده سلوك طبيعي بيحصل كل شهر. فهنيجي في علامة في الشارت بتاعتنا وهنحط تقييم للجنيه الاسترليني، بدل ما هو ضعيف زي الكندي هنحط له ضعف واحد بس، يعني علامة ناقص واحدة دي تبقى علامة الضعف. بنيجي ناخد الين الياباني، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا دلوقتي في مرحلة ادي شايفين ده المؤشر بتاع الين الياباني، تقريبا احنا داخلين في مش عارف بنقترب من ادنى بنقترب من أدنى سعر اللي كان وصل له الين الياباني في حوالي 20 سنة اللي فاتوا، يعني ده القاع بتاع سنة 2007 كان حوالي 87. احنا دلوقتي نشوف اللي كنا نقدر نعملها شهري، احنا يعني هو طبعا وصل لاوطى من كده بلا شك، مع الاسف الداتا هنا مش مكمله، ولكن انت ممكن تشوفها في الدولار ين. زي ما انتم شايفين ده باتجاه عكسي لمؤشر الين، فيعني في شهر سنه 2001 كان الدولار ين وصل 135، وهنا في 2000 في سنة 99 أو 98 وصل ل 150 تقريبا. فإحنا النهاردة منظر الدولار ين ده اوريدي ترند صاعد وكمية زخم شديدة، إن الدولار ين يوصل لل 125 أو حتى ال 135، هنقول يعني في خلال الست أشهر الجايين ده شيء طبيعي، ودي من الترندات اللي يعني بيجوا مرة كل 10 سنين، فلازم نحنا نستغلها ونستفيد منها. فزي ما قلت لكم الين احنا في ترند هابط شديد، وطبعا بهذا المنظر احنا عايزين نبيع الين على طول العرض، يعني الين كده عايزين نبيعه الى ما شاء الله. وانا عندي القاع او ادنى سعر اللي هو وصل له يوم الاسبوع الماضي اللي هو 84.6، يعني هو بقى عنده 5-6 بيب من عندها، فالين طبعا ده ضعيف جدا وعايزين نبيعه. فالين هنيجي هنا ونعمل عملية بتاعتنا ان احنا هنقول ان الين ضعيف جدا، وهنديله 3 علامات للبيع، وعندي برضك اليورو اليورو زي ما انتم شايفين يعني هنا انهار يوم الجمعة وهيكمل في الانهيار، واحنا عايزين نبيع اليورو. اليورو في حساسية معينة ان هناك يعني بيبقى في شراء
لما بينهبط بتيجي له عمليات شراء، ودي طبيعية نتيجة الأحداث اللي بتحدث في اليوكرين والكلام ده. الناس بتحاول إنها تهرب العملة بتاعتها، بدل ما هي مخليها بالروبل بتحاول تغيرها لعملات سواء الدولار أو اليورو أو الأسترالي أو النيوزيلندي. على كل من المنظر ده احنا عايزين نبيع اليورو، فاليورو بالنسبة لنا هيبقى بيع برضك، وهيبقى بيع زي بنفس الضعف بتاع الكندي، هنديله 2 في الضعف. وهو والسويسري ماشي مع اليورو اخوات، يعني السويسري واليورو يعني نفس الحكاية، فمش هنضيع وقتنا معاه. واخر حاجه اللي فاضله اللي هو الاسترالي والنيوزيلندي. ده الاسترالي، والاسترالي في وضع تقني ممتاز، لان احنا شايفين دلوقتي الانديكيتر عند 84 9 98. ال 84 98 ده رقم مركزي شديد الاهميه، لانه كان القاع بتاع شهر 10 سنة 2011، وأعاد عمل له تيست تاني هنا اهو في 27 يناير سنة 2014، وهو دلوقتي قاعد عند بينه وبينها 50 بيب، ده على المؤشر ككل. فلو اخترق ال 84 دي اللي هيحصل، هنخش في بير ماركت، الاسترالي هيخش في بير ماركت. يبقى احنا عايزين نبيع الاسترالي، ونتوقع نقطة الايه ال 84 47، ولكن عايزينه يخترقها. لو حبيت تبيع دلوقتي ممكن تبيع، ولكن الستوب بتاعتك تبقى ضيقة. ليه؟ لان عند النقاط دي بيحصل ممكن تخش رؤوس اموال كبيره هنا، اللي بتبقى ساعيه لاخذ الفوائد على العملات دي. فاحنا عايزين نبيع برضك الاسترالي، وفي نفس عايزين نبيع الاسترالي، هنديله نقطتين ضعف. واخر حاجة هنعملها اللي هي النيوزيلندي، ونفس الحكاية. شايفين منظر النيوزيلندي شبيه جدا بالاسترالي، ولكن ليس بضعف الاسترالي، بنفس الحكاية ولكن ليس بمقدار او بذات مقدار الضعف. ليه؟ لأن النيوزيلندي بيدفع 3.5%، الأسترالي بيدفع 2.5%، ففي 1% فايدة بتيجي للودائع بالنيوزيلندي، فبالتالي بنجد هناك تدفقات مالية أكثر دخل في النيوزيلندي. ولكن ده لا يعني، فإحنا هنعتبر النيوزيلندي تعادل، يعني متعادل، مش هنبيع فيه، ضعفه أقل من ضعف الباقي. فالنيوزيلندي هيبقى هنديله معدل ضعف 1. فبالحالة دي احنا قيمنا القوة والضعف، دلوقتي هنخلق الأزواج. ايه الأزواج هنخلقها؟ هناخد الحاجات اللي بصفة الزائد دي اللي عايزين نشتريها، والحاجات اللي بصفة علامة الناقص دي اللي عايزين نبيعها. فالدولار يبقى انا عايز ابيع قصاده اليورو، يعني اعمل شورت يورو دولار، او اشتري دولار سويس، اشتري الدولار وبيع الين، ممكن اشتري الدولار وبيع الكندي، ممكن اشتري الدولار وبيع النيوزيلاند الاسترالي. هسيب النيوزيلندي دلوقتي على جنب، ممكن اخد الجنيه الاسترليني مع انه علامة ناقص او سالب، ولكن ممكن ان انا اركبه على حاجات، ممكن اركبه مع الين، ممكن اركبه مع الكندي،
ممكن نركبه مع الاسترالي، فانا ممكن يبقى اللي انا هنعمله من السته اللي هنعمله من النهارده هيبقى دولار ين، دولار سويسري، هناخد باوند ين، باوند كاد، وباوند اوزي. دولت اللي هم السته اللي هنركز عليهم النهارده، والسته دولت اللي هم دولت اللي هنركز عليهم في الاسبوع الجاي. دولت السته اللي هنركز عليهم. ما يمنعش انك انت تاخد مثلا، لو انا عايز اعمل ممكن اخد نيوزيلندي ين، ما يمنعش. ممكن اخد نيوزيلندي كاد، ممكن. لو الين كان ضعيف قوي ممكن تاخد يعني، انما الافضل نيوزيلندي ين، باوند ين، دولار ين، دولت افضل ثلاثه. والباقي يعني لو انت حبيت تعمل انت خطه العمل لوحدك عليهم يبقى اعمل. فخلينا نبتدي دلوقتي الايه خطه العمل. انتوا عندكم اللي هم الجماعه اللي عندهم الام تي 4 بتاعنا واللي عندهم البتاع ده، دي احنا بنعملها بهذا المنظر. ده هو خطة العمل بتاعتنا، ملخص خطة العمل. ملخص خطة العمل ان احنا بنحدد نقطة الدخول اللي هي بنسميها لونج بوينت. دي اللي النقطة لو طلع عندها السعر بكرة انا هشتري. ودي الستوب بتاعتي. دي اللي هستعملها لنقطة الدخول بتاعتي، وهنا الستوب. كل اللي عليك تعمله عندك انك انت تعمل دبل كليك كده، هيتفتح لك شباك تروح حاطط الارقام اللي انا هحطها دلوقتي، وتروح قافلها ومسيب. خطة العمل اللي عملناها الاسبوع اللي فات لو انتوا بصيتوا، احنا كنا هنشتري الباوند ين ب 184 93، هو دلوقتي 185 60، ووصل ل 186 وشويه. الدولار ين كنا هنشتريه من فوق ال 118. الجنيه الاسترليني استرالي كنا هنشتريه ب 118 180 18 81 18، هو دلوقتي وصل 183. الباوند نيوزيلندي كنا هنشتريه ب 199 33، هو 103 على الاقل كسبان. مجموعه اليورو دولار كنا هنشتريه ب 144 50، هو دلوقتي 146 يعني 150 بيب. اليورو باوند كنا هنشتريه ب 78 90، هو دلوقتي ب 79 50 يعني برضك 150 بيب. اليورو ين شاريينه ب 140، هو دلوقتي 147 700 بيب. الارقام دي مش ارقام وهميه، انا هوريكم بعض الحسابات اللي احنا واخدينها. معرفش هو طبعا هنا عشان قافلين، انما بص هنا الباوند ين من اول ما ابتدينا نشتري فيه مجموع النقط اللي عندنا 1403 بيب. 1403 بيب. يعني في صفقة واحدة انتوا شارينا وعدة صفقات تجميع الباوند ين 1403. فقالوا لي لا الاسبوع اللي فات احنا عايزين نشتري. الشروة بتاعت الاسبوع اللي فات يوم 11/11 في الباوند ين عاملة 173 بيب، وبتاعت اول امبارح 32، وبتاعت دي 36. فدي المراكز اللي بناخدها من السيجنز، عامله 1750 بيب من الاسبوع اللي فات. لو انت نفذت الكلام ده ربنا يكرمك تحقق نفس العمليه. اوكي؟ هنبتدي دلوقتي خطه العمل، وعايزكم تتابعوها. لو ما عندكوش الكلام ده، عزيز هيعمل زي سبريد شيت، وممكن اللي عايزه منه يبعت له ايميل يبعت له هو السبريد شيت، فعزيز المشكور بيتطوع يعملها. فاحنا هنبتدي بالدولار، واول حاجه هنشتغل فيها الدولار ين.
الدولار ين زي ما انتم شايفين من احنا عايزين نعمل بس الاسبوعي ال 118 18 ده اهي، ده كان رقم يعني نقول يعني رقم هام، ولكن ليس هام جدا، الهام الحقيقي اللي هو 119 87. فاحنا عايزين نشتري الدولار ين، وعايزين نعمل الخطه دي يوم. فالدولار قفل 118 59، اعلى سعر في اليوم كان 118 76، فاحنا هنشتريه، وعلشان انا عندي ترند قوي وعندي بتاع هديله ستوب كبيره بعض الشيء. فانا عايز اشتريه يا اما لو طلع عندكم الاوبننج رينج من اغلاق من فتح يوم الاحد او بدري، اسوأ الفروض تشتري فوق القمه بتاعه اليوم اللي هي 118 76، يبقى هتعمل كده، يبقى انا هشتري فوق 118 76. التارجت بتاعي اللي هو النقطة المركزية التالية اللي هي 119 87، يعني عندي هدف حوالي 100 بيب او 120 بيب. الستوب بتاعتي عشان انا عندي ترند وعندي كان تذبذب جامد، هخلي الستوب بتاعي تحت النقطة المركزية اللي هي 118 18، وانا مش هاخد شورت. يعني لو نزل هنا نزل مطرح ما ينزل مش هبيع، انا ببص على النزول ده على فرصة للشراء، ببص على النزول ده هدية للشراء، ما بوصلهاش للبيع. انت لازم تفهم ان نظرتك للسوق هي اللي هتنجحك. انا عندي كل ده طالع، ابيع هنا ليه؟ لو نزل هنا شوف، نزل هنا ورد، نزل هنا ورد، فانت هنا برضك النزول في المنطقة دي هيبقى للرد. فهو لو نزل تحت ال 118 هنا، يبقى دي هنقول هنعمل شورت قصير الاجل، يعني بسرعة لو خدنا 20 بيب ولا حاجة لو حبكت نعملها. ما كانش كده انا ما مش هبيع الا لما ينزل تحت ال 118 18. وبس عايز اوريك ان حتى ده مش صح، يعني مش اكيد، ولكن تبقى يعني انت لو نزلت بعت ب 118 الستوب بتاعتك هتبقى فوق ال 118، مش هتديله براح. ليه؟ لان انت بص هنا ايه اللي حصل يوم الجمعه، نزل فوق ال 118، شوف قعد قد ايه تحت ال 118 ورد. وانت هتبيع شورت هنا برضك تتخيل هذا المنظر وما تخليهوش يجري منه. فاحنا هنبيع تحت النقطة المركزية اللي هي 118 18، دي هتبقى نقطة البيع، وهتبقى النقطة المركزية بتاعتنا وهتبقى الستوب بتاعتنا. احنا بنحط التلاتة دول اكنهم نفس البتاع، احنا بنبقى منطقيين نديها زي 10 بيب 15 بيب، ولكن احنا لازم. مين اللي فتح ميكروفونه يا شباب؟ الله يخليكم، يعني انا كذا مرة اقول لكم يعني مشكورة، نقفل الميكروفون بتاعك. Unmuted. فاحنا هنشتري فوق 118 76، الهدف بتاعنا 118 87، والستوب بتاعتنا حوالي 60 بيب 118 18. لو كسر 118 18 ممكن ناخد شورت، ولكن الستوب بتاعنا ما يتعداش ال 10 ربوتات. اوكي، ده اللي هو الدولار ين. الثانيه اللي هناخدها هناخد، هنكمل برضك في بقية الدولار، هناخد اليورو دولار. واليورو دولار من الأسبوع اللي فات احنا كانت خطة العمل ان احنا هنبيعه
تحت 123 74 دي كانت نقطة البيع. احنا طبعا عايزين نبيع اليورو، بس اليورو ده عايز تاخده انت كمركز طويل الامد يعني، فهناخده تحت اغلاق اليوم اللي هو تحت 124.25، هنبيعه تحت 124 دي هتبقى نقطة البيع بتاعتنا. عندي تحتيها انا نقطة مركزية اللي هي 123.28، دي هتفضل زي ما هي، دي تعتبر الهدف. المهم بقى يا شباب، لو حصل اليورو كسر، يعني انا هحط نقطة مركزية اعلى منها بعض الشيء، دي اللي هي 23.57 60 64، يبقى هنقول انها هي 57، هاخد اقل واحدة. يبقى احنا لو كسر ال 123.57 يبقى هي هنبيع الضعف. ليه؟ عندي ال 123 هنا 57، دي بقت نقطة مهمة جدا لأن السوق حاول ينزل لها الشهر اللي فات كله معرفش، فلو اختراقها هتبقى قوية. فبالتالي احنا فأنا عايز أبيع نقطة البيع بتاعتي عشان تبقوا عارفين، تحط خط أحمر عندك على الشارت يبقى انت كده شايف انت هتبيع فين. يبقى انا هبيع تحت السعر ده اهو، وبيبان لك على الشارت الميزه انك بتشوف خط على الشارت، عارف ان تحتيها انت عايز تبيع هنا. عشان فاكر لما جيت قلت في الاول بقول لك المناوره، المناوره نزل تحت ال 124 عايز تبيع، ايه يعني لو طلع؟ لو انت هتبيع هنا اهو، هتبيع هنا اهو عند السهم الاحمر، وبعدين طلع عمل براسه كده حتة صغيرة وبعدين راح نازل تاني، يبقى انت عارف بالخط اللي انت حاطه، عارف ازاي هتتناور وهتتعامل معاها وتتحاور معاها، مش هتترعب وتخاف خدت 20 بيب ولا لا، انت عارف بالظبط ازاي تدير هذه المعركة، لان ده بيحصل كر وفر، واحد بيخش يشتري واحد بيخش يبيع. فالعمليه طالما ان انت بتحدد النقاط اللي هي بنسميها نقاط تحديد القرار او نقاط اتخاذ القرار، بتعرف ازاي تناور في هذه المعركه، ازاي توسع الستوب بتاعتك، ازاي تضيق الستوب، ازاي تبقى عارف حتى لو طلعت تقدر تخش تاني، حتى لو طلعت في صفقه وكانت خسرانه انما نزل السعر تحتيها تاني انت عارف هتروح داخل تاني. فاحنا عايزين نبيع هنا النقطة المركزية بتاعتي اللي هي 123.57 تحت، ممكن تحط لها خط برضك كده 123.57، يبقى انت عارف الهدف بتاعك هتلاقيه تحت هنا اهو، هتلاقي الخط لو انا هجمعها كده هتشوف ان الهدف بتاعك التارجت بتاعك اهي 123.57، يعني انت هتاخدها من هنا، ادي الربحيه بتاعتك حوالي 100 ولا 120 بيب، والريسك بتاعك 20، يبقى حجم الريسك في الصفقه دي 6-1 7-1، يبقى صفقه تستاهل انها تتاخد. اوكي، ادي اليورو دولار. هنشتري فين؟ احنا لازم نعمل نقطة شراء ونقطة بيع.
احنا خدنا نقطة البيع، أنا عندي نقطة مركزية هنا ال 124.98 دي اللي هي نقطة الشراء. يبقى نقطة الشراء ال 124.98 هي نقطة المركزية في الشراء ونقطة الدخول. فمش هشتري اليورو إلا لما يطلع فوق ال 124.98، وهبيع اليورو تحت 124.25، والنقطة المركزية في اللي هي 123.57، والستوب بتاعتي لو هبيعه ب 124.25 هحط الستوب بتاعتي فوق ال 124.86. يبقى انا بجازف يعني المجازفة انا حوالي 60 بيب، والعائد بتاعي حوالي 140، يبقى عندك التلاتة الواحد تقريبا في الصفقة دي. اوكي، ادي الدولار ين، الدولار يورو يا دولار. هنيجي ناخد بعد كده الباوند ين. لو انتوا بصيتوا، لو انتوا فاكرين المؤشر، بصوا على الشارت ده، شايفين الشارت ده؟ اليوم التداول بتاع الجمعة في الباوند ين كان المدى بتاعه حوالي 70 بيب بين القمة والقاع، 70 بيب. هل ده ضعف أم قوة؟ هل دي حاجة عايز أشتريها ولا أبيعها؟ قبل ما ترد على السؤال ده بص على الشارت ده اهي. دي الشارت بتاعت الجنيه الاسترليني لوحده. شوف بقى الشارت بتاعت شوف الشارت بتاع الجنيه الاسترليني عامله ازاي؟ شوف عامله ازاي؟ انهيار ازاي؟ ويوم الجمعة انهار، يعني اتفتح 200 بيب. لو جينا بقى بصينا على الباوند ين، شايف عاملة ازاي؟ فهنا دي ما تأثرش تقريبا، ما تأثرش يوم الجمعة مع الانهيار، فدي دلالة قوة. يعني أول ما الباوند يبتدي يرفع راسه دي أول واحدة هيتحرك فيها الباوند ين. طول ما الباوند هيبتدي يرفع راسه يبقى دي أول حاجة هيرفع معاها اللي هو الباوند ين. يبقى عايزين نشتري الباوند ين، هنشتريه فين؟ هنبص هنا على المجموعة بتاعتنا بتاعت احنا ممكن نشتري، احنا ممكن نشتري الباوند ين هنا اهو عند 185.70 اول ما يخترق القاعدة اهو اللي هو 185.60، هنديله 10 بيب وهنشتري فوق 185.60. لو انت متحفظ ممكن تشتريه فوق ال 185.80. احنا علشان نمسك العصايه من النص هنشتريه فوق ال 185.70، وبعدين الهدف بتاعي 192.59. يعني اول ما ينطلق ما هيوصل لل 192.59 وهيتوقف. فده الهدف بتاعك، ان انت لو هتشتري 185 عندك 700 بيب، 700 بيب. والستوب بتاعتك هتحطها فين؟ هتحطها تحت القاع بتاع اليوم هنا اللي هو 185، هنقول 20. يبقى انا هشتري 185.70،
الستوب بتاعتي 50 بيب والهدف 192 يعني 700 بيب، يبقى انت بتعمل مجازفه 50 علشان تعمل 700. 50 في 700 يعني 15 لواحد. سمعتني صح، 15 لواحد. يعني كل 1000 دولار هتحطه هيعمل لك 15000. أول ما ينطلق، أنت عايزه إن هو ينطلق يبتدي يطلع من هنا، دي نقطة الشراء بتاعتك، ده إيه؟ الستوب بتاعتك، وأول ما يبتدي يخترق هذه القمم أنت منطلق بعد كده، ولو الدولار ين طلع معاها فده هيعزز ده، وكلاهما إيه؟ هيتجه في الإيه؟ الصفقة. بيع، انا مش هبيع حاجه من باوند ين الا لما ينزل تحت ال 184.47. 184.47 دي نقطه البيع، ودي هتبقى النقطه المركزيه بتاعتي للبيع، وهتبقى الستوب بتاعتي. اي نزله هينزلها هنا اهو، طول ما هو فوق ال 184.47 مش هبيعه، ببص لها اشتريه فين. وطبعا تقدروا تستخدموا السوفت وير انك انتوا تشوفوا المناطق اللي السوق بيقع فيها، يعني ممكن تشتري عند ال 185.20، ممكن تشتري عند ال 184.80، ممكن تحدد كل ايه النقاط ده ايه. اوكي، ادي الباوند ين. ممكن احنا ناخد الثالثه بقى اللي هي النيوزيلندي ين. طبعا نيوزيلندي ين زي ما انتم شايفين ده كان يوم شبه ممتاز، لان مع انهيار كل حاجة قفل عند قمة اليوم السابق واليوم الثاني، فدي عملية جميلة، ودي فاحنا هنشتري برضك النيوزيلندي ين. زي ما انتم شايفين قوه الترند شكله ايه، يعني في منتهى القوه. انا عايز اشتري، هو قفل 92.90، يعني قول 93. القمه عندي هنا 93.19، يبقى اقول هنشتري عند 93.19. النقطة المركزية اللي بعديها عندي عملناها من الأسبوع اللي فات 97.41، يبقى أنا عندي 400 بيب لسه فاضل في المشوار، يبقى ممكن أكسبها. والستوب بتاعتي لو هحطها هديها ستوب كبير، يعني هديها ستوب تحت 92.49، هحط الستوب بتاعتي. يعني مع الاسف لو حطيت اقل من كده هتخبط وهتطلع. في الهبوط انا مش هبيع حاجه، مش عايز ابيع النيوزيلندي الا لما ينزل تحت النقطه ده اهي اللي هي 91.80، فانا هبيعه بس تحت 91.80، دي اللي هتبقى نقطة هعتبرها نقطة مركزية، يعني نقطة هامة. وهتبقى الستوب بتاعتي. فأنا هشتري فوق 93.19، بعديها التارجت هيبقى 97.41، والستوب بتاعتي 92.49. ما تحطوش ستوب ضيقه يا شباب، لان الستوب الضيقه الستوب مرهونه بالتذبذب بتاع السوق. فخليه حط الستوب مطابقا لتذبذب العمله. اوكي، ادي النيوزيلندي ين. الثانيه بقى هناخد واحده كمان عشان انا طولت عليكم النهارده، هناخد واحده كمان مهمه جدا اللي هي احنا قلنا الاسترالي نازل وعند نقطة مركزية، فهناخد الاسترالي دولار. والاسترالي دولار من الاسبوع اللي فات احنا بايعينه
ب 86 59 دي نقطة البيع من الأسبوع اللي فات. هو دلوقتي ب 95، يعني عندنا في الصفقة دي 150 بيب من الأسبوع اللي فات. إحنا ما قفلناش، ودي نقطة عايز أقولها لكم بالنسبة للسيجنالز اللي بنبعتها. إحنا بنبعت سيجنالز للمشتركين بنقول له اشتري في النقطة دي واخرج في النقطة دي والستوب بتاعتك كذا. في حالات زي دي احنا قاعدين في الصفقة ما بنطلعش منها، زي ما وريتكم في صفقة الـ يعني المراكز اللي عندي هنا، عندنا 1750 بيب. في مراكز الباوند ين عندنا مجموع المراكز بتاعتنا فيها 1400 بيب. ما بنقفلش لان عندي ترند، عندي حاجة زخم قوي، عندي مراكز فبستنى فيها. فلما بنخرج بنبعت لكم سيجنال للخروج، اخرج. لما بعت لكش سيجنال للخروج يبقى احنا قاعدين فيها. احنا الوحيدين اللي بناخد مركز في مقابل السيجنال اللي انت بتاخدها. لو انا بقول لك اشتري انا بشتري معاك، لو بقول لك بيع بديع معاك. فلو انا ما خرجتش يبقى انت مفروض ما تخرجش. لو حبيت تخرج تعالى تاني يوم، ولو لقيت الصفقة بتاعتك احنا ما بعتنا لكش اغلاق يبقى ممكن تخش فيها تاني. ليه؟ لان دي قوية وهتكمل. فافترض جدلا بعت لك بكرة سيجنال اشتري الباوند ين، ده مش معناها ان انا قفلت اللي عندي، لا دي صفقة جديدة ممكن انت تشتريها. لو ما بعتلكش سيجنال اخر النهار او اليوم اللي بعديه او اليوم اللي بعديه انك انت تطلع من الباوند ين، يبقى المفروض ان انت مستني فيها. انما لو انت حبيت تطلع، كل واحد حر في ماله، ما تحكمش في حد، كل واحد حر في ماله. لو انت حبيت انك انت عملت 50 بيب مبسوط وطلعت خير، بس انا مش هبعت سيجنال تاني يوم الثلاث خش تاني في الباوند ين، لان احنا ما قفلناهاش فاحنا لسه قاعدين فيها. يبقى انت لو ما جالكش سيجنال، انت لازم تتابع بقى، لو ما جالكش سيجنال تاني في الباوند ين يبقى انت اشتريها تاني واقفلها بالليل وهلم جرى. الصعوبه في العمليه دي انك انت ساعات بتخش في ايه، في التوقيتات غير المناسبه. فاحنا شغلتنا في السيجنالز ان احنا نخليكم تعملوا فلوس. ف لو عندك سؤال مثلا بالنسبه لسيجنال ولا حاجه يبقى ابعت لي ايميل وانا ممكن ابقى ارد عليك ان احنا قاعدين فيها ولا لا، او عزيز يرد عليك او خالد. في الجلسه الثانيه من الجلسه احنا بنعمل جلسات كل يوم اول سبت في كل شهر، بنعمل جلسة ثقافية أو للرد على الأسئلة بتاعتكم. فمحمد ابعت الإيميل لعزيز أو أي حد عنده سؤال عايز شرح. دي جلسة تخطيط ودي بنعملها للعملاء بتوعنا وليكوا على أساس إن أنتوا تستفيدوا وتاخدوا صفقات الأسبوع الجاي. جلسة الأولانية بتاعت أول شهر كل سبت دي جلسة شرح وتنويه، بتبقى ساعتين، بنبتدي الساعة 8 وبنخلص الساعة 10، احنا هنخلص الساعة 9، احنا عدينا الوقت. بندي فيها الشرح، بيبقى ساعة شرح لحاجات معينة، أسئلة بتسألوها عايزين تردوا عليها، عايزين نرد عليها بنرد لكم عليها. فكل جلسة مخصصة لهدف معين يعني. فاحنا هنعمل عملتين كمان فالأسترالي دولار احنا شارينه بايعينه قصدي، فعايزين نبيعه تاني. فالهدف زي ما قلت لكم لو انتم بصيتوا على الشارت هنا، الهدف بتاعنا انه لازم المفروض ينزل ل 83، يعني عندي 200 بيب لسه في الموضوع عايز اخش فيها، فانا عايز ابيعه. لو انا بصيت على الانتر داي ادنى سعر عندي اللي هو ال 84 79، يبقى انا هبيعه لما يخترق القاع. يبقى انا هبيع الدولار الاسترالي عند 84 79، يعني 20 بيب من هنا.
النقطة المركزية بتاعتي اللي هي تلاتة وتمانين عشرين، والستوب بتاعتي لو بعته هنا الستوب بتاعتي هتبقى فوق الخمسة وتمانين تسعة وعشرين. الشراء انا مش عايز اشتري الاسترالي، لانه زي ما انتم شايفين من الشارت هنا كل ما يطلع يتخفس، كل ما يطلع يتخفس، فانا لو هشتري عايزه اكون متاكد انه هينعكس عشان مفيش داعي اضيع فلوس. فلو طلع فوق ال 86 59 بس انا اللي هشتري، اي حاجه يطلعها لحد هنا انا عايز ابيعها. فنقطه الشراء بتاعتي اللي هي 86 59، فالاسترالي دولار هبيع، ولو نزل تحت ال 84 79 هبيعه. الهدف بتاعي ال 83 20، والستوب بتاعتي 6 الستوب بتاعتي 85 60 85 60 85 69 اوكي. لو طلع فوق ال 86 59 دي النقطة الوحيدة اللي هشتري فيها، غير كده مش هقول له من ناحية اللونج. الصفقة الأخرانية، ودي هدية بقى، دي صفقة أخرانية هدية بديها لكم. احنا عارفين الأسترالي ضعيف، وعارفين إن الباوند كان ضعيف جدا يوم الجمعة. لو بصيت على الباوند أسترالي، شوف الباوند أسترالي عمل ايه، ما انهزش، ما انهارش. نفس الحكاية في الباوند ين، نفس الحكاية في الباوند ين. والميزة بقى اللي انتوا شايفينها، اقوى نقطتين مركزيتين في الباوند أسترالي هي 183 35 اللي هي دي، اللي هي الخط الازرق ده، وال 181 18 اللي هي دي. لو انت بصيت هنا من شهر فبراير السنه دي، عامل زي المزيكا بينهم، عامل زي المزيكا، يكسر هنا يطلع لها هنا ويقف، ينزل لها هنا ويقف، يطلع لها هنا ويقف، عامل زي المزيكا، بيشتغل حواليها زي المزيكا. وشوف في الثلاث ايام اللي فاتوا، واحد نزل لل 118 ورد، طلع ونزل لل 118 ورد، ثلاث مرات يكسر ال 118 ويرد. وده هنا سلوك السعر، السعر بيتكلم، السعر بيقول لي حاجه، بيقول لي انه مش قادر يكسر ال 118 183 35. وانا عندي ان الاسترالي ضعيف عايز ابيعه، فانا في الحاله دي ما عايز اشتري الباوند اونزي. والباوند اونزي لما بيمشي بيمشي يعمل لك 200 يعني. طبعا دي برنامج تاني، مش يعني شوف هنا متوسط الباوند اونزي لما بيتحرك، الباوند اونزي لما بيتحرك متوسط الحركه بتاعته 164 بيب. النيوزيلندي باوند نيوزيلندي 209، فانا عندي 164 بيب ممكن اخدهم، عندي 164 بيب ممكن اخدهم في الباوند الاسترالي. وديك شايف، بص اللي حصل، الترند بتاعي صاعد، نزل يوم عند ال 135 ورد، نزل مره ثانيه ورد، يبقى انا هشتريه هنا فوق ال 184، يعني هديله 20 بيب واشتريه، يبقى هشتريه فوق ال 184
وانتوا شايفين من الاسبوع اللي فات، انتوا شايفين من الكتب اللي كانوا قاعدين معانا الاسبوع اللي فات، احنا قلنا كنا هنشتريه فوق ال 181 18، دي كانت نقطه الشراء بتاعتنا الاسبوع اللي فات. شوف بقى من 181 ل 185 عملنا 400 بيب في الصفقه دي، ولما رجع تحتها قفلناها. فاحنا دلوقتي نقطه الشراء هتبقى نقطه البيع. نقطة الشراء هتبقى نقطة البيع. وأنا هشتري فوق ال 184 والنقطة المركزية التالية بقى هنحددها. اللي هي 186 51. ولو اشتريت انا فوق ال 140 هحط الستوب بتاعتي تحت النقطة المركزية اللي هي 183 35. يبقى انا هشتري فوق ال 184 الستوب بتاعتي حوالي 65 بيب، و الهدف بتاعي ال 186 50، ولو نزل تحت ال 181 80 181 18 يبقى هي دي اللي هبيعها. اوكي، يبقى ملخص خطه العمل اهي قدامكم، هتلاقيهم هنا الوان، ادي الباوند استرالي، ادي الدولار ين، النيوزيلندي ين، الباوند ين، ادي اليورو دولار، وادي الايه الدولار أسترالي. وبناء على كده أشكركم وأستودعكم الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله الأسبوع الجاي، وأشوفكم يوم السبت الجاي إن شاء الله على خير، وربنا يوفقكم وألف شكر. أستاذ مايك، عندي سؤال بس. تفضل. لو سمحت، بالنسبة اليورو دولار لو وصل درجة الشراء، فين نقاط الدخول والخروج اللي تنصحنا فيها؟ عايز تشتري البروفيت اليورو دولار، عايز تشتري اليورو دولار؟ تنصحنا فين في التك بروفيت والستوب لوز؟ انا بنصحك انك انت تبيعه. لو وصل فوق لو وصل 25 1.25، يعني لو طلع فوق دي هيبقى ما يسمى الشورت كفرنج، ممكن توصل ل 126، توصل للقمه دي، توصل ل 125 98، وعندها خدها، لان يعني ما تطولش في اللونج في اليورو دولار، لان انت عندك بير ماركت ثابت فيه، فاي ارتفاع بيقابل ببيع. فلو وصل لل 105 لل 126 يعني ربنا يكرمك خدها. والستوب لوس حطها فين؟ ستوب لوس ما تخلوش ينزل تحت، يعني لو حطيت اشتريت انت ب 194 يعني ادي له 20 بيب بس. ادي له 20 بيب. اوكي. لما تاخد صفقة عكس اتجاه الترند الستوب بتاعتك تبقى ضيقة. اوكي؟ شكرا. اسم الكريم ايه؟ اوكي، حياكم الله، وعزيز لو عايز تقول لهم اي حاجه، شكرا جزيلا، وتصبحوا على خير. شكرا مايك، شكرا للجميع. سامعيني يا جماعه؟ الو؟ سامعينك يا عزيز. بشكر الجميع على حضورهم، وبشكر مايك طبعا على المحاضره الرائعه كالعاده. بفكركم بالسبت الجاي ان شاء الله هيبقى عندنا زي ما قال مايك نص الجلسه الاولاني الجلسه الارشاديه، هناخد فيها موضوع بيهم الناس كلها ونتكلم فيه. لو عندكم اي موضوعات حابين تناقشوها في الجلسه اللي بتبقى اول سبت من كل شهر، ابعتوها لنا على الايميل او تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وتابعونا بشكل مستمر، وما تنسوش تسجلوا في الجلسات
على الرابط اللي على صفحه الفيسبوك بشكل مستمر عشان دايما توصل لكم الدعوات والابديتس بتاعت الندوات ومواعيدها بشكل مستمر. شكرا جزيلا ليكم وشرفتونا، وان شاء الله نلتقي السبت الجاي. Thank you.